نحن هلا من خلال مارينا اف ام ومارينا تي في موجودين بباحه ستاد لوسيل. اول شيء بنحكي عن المدينه، مدينه لوسيل تقع في شمال الدوحه 38 كيلومتر مربع، هي مدينه في نقول نموذجيه على مستوى المعماري وعلى مستوى التنظيمي. معي الزميل الحبيب محسن غانم قائد. انت من زمان كنت قائد قدسيه ولا نجم القدسيه؟ لا نجم، مو ما صرت كابتن، صرت مدير كره. ايه مدير كره، ولكن انت قائدنا بالاخلاق حبيبي. بس بدي اسالك، نحن جينا من بشارب وصولا الى لوسيل، كيف كانت الطريق من هنيك لهون اذا فيك تحكي عن هالتجربه؟ والله وصلنا بسهوله امانه، وبدون الزحمه وبدون التأخير أمانة، يعني استغرقنا تقريبا 15 إلى 20 دقيقة. حلو. وصلنا الملعب. حلو. طيب خلينا نفوت نحن بالأهم. اليوم استاد لوسيل رح يستضيف عدد من المباريات، ومدينة لوسيل رح تكون هي عاصمة العالم لأنه رح تستضيف نهائي بطولة كأس العالم. نعم. خلينا نبدأ أول شيء، شو عجبك أكثر شيء بالملعب كالخارجية طبعا، لأنه اليوم غير مسموح نحن نفوت على الملعب، شو رأيك بالملعب كشكل؟ والله شوفه، أنت قاعد تلاحظ الآن وخلال التصوير تحفة معمارية فنية على أعلى مستوى وعلى طراز، وما يميز هذا الملعب أن النقوش اللي في الواجهة عملت بدقة، أو أمانة الملعب هذا راح يستضيف النهائي وهو راح يصادف العيد الوطني لدولة قطر، وإحنا صراحة قاعد نعيش مهرجان رياضي بعيدا عن الأمور اللي قاعد يهاجمون فيها قطر. الحمد لله قطر عملها واضح والكل قاعد يشيد فيه رغم اللي قاعد ينتقدون، طبعا لازم تجد تلقى حساد في كل مكان. مرحبا. شو اسم الكريم؟ سعد، سعد الصبح، أكرم الصبحي. هلا أنتوا أكيد جايين تتحضروا إحدى مباريات السعودية، رح تشوفوا مباراة الأرجنتين والسعودية ولا لا؟ الأرجنتين والسعودية ما لقينا تذاكر، إقبال كبير على التذاكر فما حصلنا. ليش؟ لأنه أنا سمعت إنه في كثير سعوديين حابين يجوا يشوفوا الجيم، مزبوط؟ صحيح، وعشان كذا ما لقينا تذاكر والله. طيب بدي أسألكم شيء ثاني، شو رأيكم بحظوظ السعودية؟ خلينا نحكي عن الدور الأول، هل في إمكانية يتأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ 16؟ المجموعة صعبة ومعقدة شوي، لكن ما في شيء صعب على السعوديين إن شاء الله. وحضرتك؟ نتمنى إن شاء الله أنها تتأهل السعودية، لكن زي ما قال سعد المجموعة صعبة شوية. بباحة ستاد لوسيل التقينا بمشجع جزائري، للأسف الجزائر بآخر لحظات مباراتها مع الكاميرون بالتصفيات لم تتمكن من التأهل. أنا شخصيا كنت حابب كتير الجزائر تتأهل، ولكن كسبنا اليوم ضيف يرتبط ارتباط خلينا نقول مجتمعي بزين الدين زيدان أحد أساطير اللعبة. أول شيء بنحب نرحب بالمشجع الكريم. شو الاسم الكريم؟ عبد المالك من الجزائر. نعم تشرفنا. انه انت حضرتك كل وقت عايش بقطر ولا جاي فقط لكأس العالم؟ لتمثيل المنتخبات العربية في هذه الدورة العالمية، وأحمل في طياتها دعمي إلى قطر وإلى الكرة الجزائرية، وللأسف عدم ترشح أو تأهل المنتخب الجزائري للمونديال، وهذا تأثيرا كبيرا للجزائريين، وأنا في دعم المنتخب القطري والمنتخبات العربية. في معنا عدد من مشجعي منتخب المكسيك، منتخب المكسيك هو يعتبر من أكثر المنتخبات مشاركة في بطولة كأس العالم. خلينا نسأل الشباب قد ما فينا، يعني إذا بلاقوا بعض الصعوبات باللغة الإنجليزية. Did you come straight from Mexico to watch the World Cup here in Qatar? Yeah. Yes. And how long did it take, like timing? Oh, was a three days of trip. We went first to Spain. After Spain, come to Emirates. And came here from Qatar. It was a long trip. Yes. How did you find Qatar? It's a beautiful country. The people. It's a beautiful country, and people. It's a nice. Yes. What do you expect from the Mexican team? Do you think that your team is able to go far in this World Cup? Why not? And in the World Cup, everybody can win,
So we expect a good games for our national team. Yes, there's a game between the KSA, Saudi Arabia and Mexico. And you know that the people from the KSA, they will be so much here. Yeah. Do you expect that this that the presence of the fans coming from Saudi will have like a plus over Mexico, or you are not afraid from any team? Oh, well, we think that the match will be equal, so it doesn't matter that the people from Arabia is more than Mexico. Mexico can win with the people that comes. It doesn't matter. Alabao, 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 bomba, Mexico, Mexico, ra ra ra. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you.